يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذا القول صحيح؟ من أحب أحمد ابن حنبل فقد أحب السنة، ومن أبغضه هذا معروف، هذا معروف، لأن أعداء السنة يبغضون الإمام أحمد، فحب الإمام أحمد دليل على محبة السنة لأنه هو إمام أهل السنة، وكذلك محبة غيره من أئمة السنة، محبة أبي حنيفة، مالك، الشافعي، الإمام أحمد، ابن تيمية، ابن القيم، كل أئمة السنة من أحبهم هذا دليل على أنه يحب السنة، ومن أبغضهما واحدا منهم هذا دليل على أنه يبغض السنة. نعم.